السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كانت وما زالت السحالي والثعابين دائما تتنافس فيما بينها على بعض الفرائس، وقد تفترس السحالي الثعابين الصغيرة في بعض الأحيان، وبالمثل تفترس الثعابين السحالي كثيرا وتهدد وجودها. ومعنا في هذا الفيديو مشاهد لأفاعية تفترس بعض السحالي الكبيرة، ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة، ونبدأ على بركة الله. الأفعى والسحلية الصحراوية. هذه هي اللحظة المذهلة التي قامت فيها هذه الأفعى بالقبض على السحلية في معركة في منتصف طريق في حديقة كروجر الوطنية جنوب أفريقيا. فثعابين الكوبرا هي نوع شديد السمية مع سم عصبي، فبالرغم من مشاهدة الكثير من السحالي غالبا ما تفترس وتأكل الثعابين، لكن هذه المرة الأمر يختلف. فلقد هاجم هذا الثعبان هذه السحلية رغم كبر حجمها، حيث أظهرت السحلية قوة هائلة وهي تجر الثعبان على الطريق، رغم أن الثعبان كان قد أصابها بلدغة قاتلة. فلقد كانت السحلية بها جروح واضحة في رقبتها، بالرغم من هذا تمكنت السحلية من الهروب من فك الثعبان عدة مرات وخرجت بسرعة. لكن لسوء حظ السحلية التقطها الثعبان مرة أخرى، واستمر هذا لبعض الوقت وتوقفت السحلية في النهاية عن الحركة، ثم ظلت السحلية بلا حراك في الطريق فترة طويلة، فربما تم موتها أو على الأقل هي في الدقائق الأخيرة بسبب السموم التي ضخها الثعبان في جسدها. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.